مكونات نظام المعلومات. نظام المعلومات يحتوي على معلومات عن المنظمة داخلية والبيئة المحيطة بها خارجية. تمام، يبقى احنا عندنا محتاجين نظام معلومات يسيف لنا او يسجل لنا البيانات الداخلية عن المنظمة والبيئة الخارجية. وبقى ثلاث انواع انشطة اساسية: مدخلات، معالجة، مخرجات. يبقى يعني بيقولوا عليها الداتابيز. مدخلات انبوتس تجمع البيانات الخام من المنظمة او البيئة الخارجية المحيطة. تمام، يبقى زي ما قلنا كده المدخلات هتعمل حاجتين: البيئة المعلومات المنظمة اللي هي الداخلية، والبيئة الخارجية المحيطة دي البيانات الخارجية. المعالجة البروسيسنج تحويل البيانات اللي هي الداتا من خام الى الشكل ذو المغزى او ذي قيمة اللي هي البيانات المعلومات. طيب المخرجات الاوتبوتس تنقل المعلومات المعالجة الى الانشطة والافراد اللي تستخدمها لما تحتاجها بقى، صح، دعم اتخاذ القرارات وقلة الايه عدم تأكد. او ايه المنتج الذي انشاه النظام، دي المخرجات بقى بتاعت النظام. طيب في حاجة كمان، طبعا التغذية المرتدة والتغذية العكسية، الفيدباك. طب ان في بيانات غلط، ارجع اشوف هو الادخال كان غلط، المعالجة كانت غلط، في حاجة غلط. النواتج التي تعاد للاشخاص، الانشطة المناسبة في الانظمة، تقييم وتنقيح المدخلات، وهي من اهم العناصر التي تتجلى في اغلب الاحيان، مع انها آلية توفر معلومات عن اداء النظام. انا محتاج اراقب النظام بتاعي اصلا، لو فيه حاجه غلط اصلحها، مش بس ان انا اخد المخرجات وخلاص، لا، محتاج اشوف الايه الفيدباك. تمام، اداء النظام الذي يمكن استخدامها لتعديل سلوكه او تعديله. غالبا يعني هيبقى فيه مشكله، زي ما كان الاجانب مثلا يقول لك جاربش ان جاربش اوت، مشكله في المدخلات تطلع لك مخرجات غلط، مشكله في المعالجه تقدر تعالجها تصلحها يعني برضه تطلع لك مخرجات غلط. طيب الفرق بين نظم المعلومات ومعرفة الكمبيوتر البسيطة. تتميز نظم المعلومات اللي هي الانفورميشن سيستم بجمع المعلومات من المصادر داخلية وخارجية، استخدام المعلومات من العناصر البيئية مثل الموردين، العملاء، المنافسين لاتخاذ قرارات افضل، استخدام المعلومات لتحسين عمل المؤسسة. بيبقى في حاجة يعني تطورت كتير، كان زمان يقول لك الداتا بيز البسيطة خالص، فايدتها فعلا كده مدخلات ومعالجة ومخرجات وتخزين وسرية معالجة والكلام ده كله. تطورت بقى ايه، بقت برامج يعني معمولة كده ل سبيشاليزد يعني ابلكيشن. بعد كده بقى في الاي ار بي سيستم للشركات الكبيرة او المنظمات زي ما هو بيحب يسميها، بتجمع كل الموديولز او كل الاعمال بتاعت الشركه، بحيث ان الاي ار بي سيستم بقى ساب او اوركل او البرامج الكبيره المشهوره دي تساعد في اتخاذ القرارات وتلخص بيانات ضخمه جدا ومش وتربط الادارات كلها ببعضها وكل انشطه البيزنس ببعضها. تمام، يبقى الفرق بين النظم المعلومات الكبيره يعني او يعني والكمبيوتر البسيط، انت الكمبيوتر البسيط ده بتقول لي والله شويه مكونات ماديه، شويه مكونات برمجيه او سوفت وير بيعملوا مع بعض عشان تحقيق هدف معين او الغايه المعينه. ده خلاص، ده تعريف السيستم على الشكل البسيط اللي هو الكمبيوتر البسيط ده، وانت كده اتعرفت على المكونات الماديه والسوفت وير. لكن نظم المعلومات الكبيره زي ما قال لك كده، عندك جمع معلومات مصادر كبيره وكتير داخليا وخارجيا جوه الشركه وخارجها، استخدام المعلومات دي من المعلومات البيئيه زي بيانات الموردين لما نحتاج منه حد بنعرف نجيب بياناته، العملاء، المنافسين، عملاء. ده في برامج للسي ام اس اللي هي معالجه العملاء دي اصلا، يعني اعرف العملاء اللي اتعاملوا معانا وابيع لهم تاني. المنافسين وحل السوق دراسات تسويقيه كتير بتتعمل على الحكايه دي، فلازم يبقى عندي بيانات لاتخاذ قرارات افضل. جيم، استخدام المعلومات لتحسين المؤسسه. طيب يبقى انت كده استفدت داخليا وخارجيا. لو بصينا لهذا النموذج الصغير، ادي المنظمه في بيئه داخليه وبيئه خارجيه، والبيئه الداخليه زي ما قلنا كده البيانات اللي جوه المنظمه، البيئه الخارجيه اللي هو الموردين، العملاء، المنافسين، المساهمين، الهيئات التنظيميه، الحكومه والحاجات دي. طيب يبقى انا عندي انبوتس، اي نظام في الدنيا كان يقول لك دايما كده انبوتس وبروسيسنج معالجه واوتبوتس، بس انت مش هتاخد بقى الاوتبوتس وخلاص، لازم نحتاج تعمل تغذيه معتدة او تغذيه عكسيه زي ما بيقولوا او فيدباك، علشان اشوف هل المخرجات زي المخطط ولا لا، في حاجه غلط، في حاجه غلط في الادخال زي ما قلنا كده جاربش ان جاربش اوت، ولا البروسيسنج كان فيها مشكله. البروسيسنج اللي هو ايه، كلاسيفاينج، تصنيف البيانات، الداتا كتير قوي دي عشان تتحولها من داتا لانفورميشن يعني فاليود انفورميشن.
اللي هي ارينج تصنيف وترتيب وكالكوليت حساب واختيار سيلكت. طيب ده شكل بسيط لشكل الاي الاي اف او الانفورميشن سيستم اي اس. ده انشطه نظام المعلومات الانفورميشن سيستم. ما ابعاد نظام المعلومات؟ ابعاد نظام المعلومات انظمه معلومات الاداره الام اي اس، وهي مانجمنت انفورميشن سيستم، هي دراسه لنظام او نظم المعلومات لاستخدامها في اداره الاعمال. تتناول الام اي اس القضايا السلوكيه والتقنيه المحيطه بنظم المعلومات المستخدمه في اداره الاداره في المنظمات. وهي الابعاد، وهذه الابعاد هي المنظمات، التكنولوجيا، الاداره. يبقى احنا عندنا ثلاث ابعاد هنا، ثلاث ابعاد لنوع من نظم المعلومات اللي هو انظمه معلومات الاداره مانجمنت انفورميشن سيستم. عندنا المنظمه الاورجنايزيشن والتكنولوجي والمانجمنت. ايه هي بقى ابعاد نظم المعلومات؟ اول حاجه المنظمات. العناصر الاساسيه للمنظمه هي الاشخاص، الهيكل التنظيمي هو اللي بيربط الاشخاص ببعض، مين اللي فوق مين ومين يعني الاداره دي تمام وتحتيها مين، وكمان مين اللي بيرقص مين، العلاقات الافقيه والراسيه، الراسيه مين بيرقص مين ومين بيعمل ريبورتنج لمين، يعني بيدي تقارير لمين، وكمان الافقيه اللي هي يعني علاقه الادارات اللي في نفس المستوى ببعضيها. ده الهيكل التنظيمي بيربط الاشخاص ببعض. عمليات التجاريه، الشركه دي بتنتج ايه وبتقدم خدمات ايه، والبيزنس موديل زي ما قلنا بيكسبوا منين. يعني مثلا تيجي تقول لي ايه موقع بتاع تجاره الكترونيه او موقع بيعرض حاجات مثلا، يعني او خلينا نقول مثلا حاجه زي يوتيوب، حد بيعمل في واحد يقول لك ايه والله في بيزنس موديل الناس دي مثلا ايه بتعرض الفيديوهات وبتكسب من الاعلانات، في واحد تاني يقول لك لا ما بيكسبوش من الاعلانات، بيعرضوا فيديوهات وبيكسبوا من ان الناس تشتري هذه البرودكتس اللي هي معمول لها دعايه في الاعلانات في الـ في الـ في الـ في الفيديو او كده، يعني مش عشان تأجر الاعلانات وكده. فيعني ايه بتكسب منين، او يعني العمليه التجاريه او البيزنس موديل بتاعك انت هتكسب ازاي، ومين الزبائن بتوعك، ومين وايه البضاعه بتاعتك، وايه الموردين، كل حاجه عن العمليه التجاريه بتاعتك. مش كلمه تجاريه مش مقصود بيها ان انت بتتاجر بس، لا ممكن تكون صناعي، يعني نشاطك صناعي بتصنع كمان او خدمي. فالعمليه التجاريه يعني بتكسب من ايه، ايه اللي بيكسبك هنا تمام. العمليات الاساسيه بتاعتك، السياسه بتاعت الشركه، البوليسيز والبروسيدير والثقافه اللي سايده في الشركه او في المنظمه. يبقى الخمس حاجات دي هي دي كلمه لما اقول لك منظمه او شركه كبيره، قلت تقول لي الاشخاص، الهيكل التنظيمي اللي بيربطهم ببعض، العمليات التجاريه، السياسات والثقافه. بقى لي في المستويات الاداريه، مستويات عليا تتخذ القرارات على المدى الطويل، وسطى تنفذ الخطط والاهداف، تشغيليه تتعامل مع العمليات اليوميه، ويجب توجيه مخرجات الاي اس لهذه المستويات. يستفيدوا الثلاث ليفلز دول من الايه من نظم المعلومات اللي عندنا في الشركه او في طب انواع العاملين، عمال المعرفه لانشاء معرفه جديده للمنظمه، او العاملون بالبيانات لمعالجه او الاوراق للحفاظ على سير العمل في المنظمه. جه وظائف المنظمه التجاريه، تحتاج موظفين ذوي مهارات مدربين مطلعين، وهذا يتطلب دمج هذه الوظائف والعمليات التجاريه في الاي اس لضمان التوحيد والاتساق والامتثال. طيب ده ثقافة المنظمة. جزء لا يتجزأ من الاي اس، مثل شركة يو بي اس تركز على خدمة العملاء، وشركة وول مارت تركز على البيع بالتجزئة منخفض التكلفة، وتختلف من شركة الاخرى. يعني الانفورميشن سيستم بتاع الشركة مهيئ مع البيزنس موديل بتاعتها والثقافة التنظيمية بتاعتها. انا اهم حاجه عندي العميل، ده اهم حاجه عنده. شوف ازاي البيع وان الحاجه تبقى يعني موجوده افيلابل وباقل تكلفه وهكذا. طيب اتنين الاداره، يبقى احنا كده مسكنا الاشخاص، قال لك المستويات الاداريه، المنظمات، الاداره. المدير الجيد يتمثل دوره في تطوير الخطه بتحليل الموقف سوات في الفريق والمنافسه.
ثلاثة تكنولوجيا المعلومات. طبعا السوات اناليسيس شامل الاثنين، هو كان بيقول لك انا عندي بيانات بتخش الداتابيز او انفورميشن سيستم داخليه وخارجيه. فسوات اناليسيس ده تحليل داخلي وخارجي، الاس والدبليو والاو تي، سترينجس والويكنس والاوبورتيونيتي والسويتس. سترينجس والويكنس نقاط القوه والضعف الداخليه عندي في الشركه، الاوبورتيونيتي والسويتس الفرص والتهديدات الخارجيه في البيئه الخارجيه للشركه. فرصه، في فرصه، في منتج في احتياج ليه في المجتمع او في سوق جديد، فدي فرصه. السويتس في منافسين، في ضرائب فرضت، في نظام اقتصادي، في مشكله اقتصاديه. شوف ازاي، اللهم عافينا وعفو عنا. فتقول لي ايه لازم بقى من هذا التحليل؟ تحليل يعني ايه؟ يعني بجمع بيانات عشان اخطط. يبقى انا وانا بجمع بيانات وبحلل الموقف ده عشان استخلص بيانات مفيده، تقول لي ان انا اشوف نقاط القوه بتاعتي كشركه عشان استفيد من الاوبورتيونيتيز او الفرص الموجوده في السوق، ونقاط الضعف بتاعي عشان اقدر ان انا اتجنب السويتس او التهديدات الموجوده. طيب نمره 3، تكنولوجيا المعلومات هي جوهر الاعمال واداه اداريه اساسيه في الشركات الرقميه زي الايمرجد ديجيتال او الايمرجينج ديجيتال فيرم. والشركه الرقميه هي شركة يتم فيها تمكين جميع العلاقات التجارية الهامة مع العملاء والموظفين والموردين رقميا. غالبية الشركات كتير دلوقتي بقت كده حتى لو هي مش اساسها ديجيتال يعني. وإدارة هذه الشركة واصولها الرئيسية من خلال الوسائل الرقمية. ويميزها التمكين الرقمي. يعني ايه التمكين الرقمي؟ ان انا استفيد من يعني تكنولوجيا المعلومات او الانفورميشن سيستم. في ايه؟ انها بتخزن بيانات كتير قوي، حلو. وايه تاني؟ وتوصلها لي بسرعه. وايه تاني؟ زي ما قلنا كده، دعم اتخاذ القرار والحاجات اللي احنا قلناها دي كمان. ب، انجاز العمليات الاساسيه من خلال الشبكات الرقميه. ج، اداره الاصول ملكيه وفكريه وكفاءات جوهريه، اصول ماليه وبشريه بالوسائل الرقميه. د، التعرف على البيئات داخليه وخارجيه والتعامل معها بسرعه. 6، عوامل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، تحسين العوائد للاستثمار في الاي تي. لا يشترط الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات العوائد الجيدة، فهناك تباين كبير لتحسين هذه العوائد يجب النظر في العوامل التالية. 1، احتمال نموذج اعمال صحيح. احنا قلنا كده بسرعة ان نموذج الاعمال هو انا هشتغل في ايه، انا هشتغل في ايه. حلو، مش بس ان انا بحدد زي ما قلنا كده. انت ممكن تشوف واحد يعني شركه تجاريه، دي شركه تجاريه ودي شركه تجاريه، بس تيجي تقول ايه هم دول اللي بيعملوا ايه؟ دول بادوات مثلا كتابيه وبيوردوا قلمة وبتاع للشركات. واحد تاني يقول لك لا، ده احنا مش بنشتغل ان احنا مش شركه تجاريه بس، ده احنا بنستفيد بقى، بنعمل بيزنس موديل ان احنا بنكتب مثلا، يعني احنا بنكتب اسامي الشركات على الاقلمة والكراريس الاجنتات، فبنعمل دعاية للشركات من خلالنا، فالمنتج بتاعنا بيبقى اغلى من اللي احنا بنشتريه عادي ونبيعه عادي كده. فده ليهم بيزنس موديل ودول ليهم بيزنس موديل، يعني ده دول تجاريين لكن دول دعائيين مثلا يعني. فانا عايز اقولك ان انت ممكن تكون بتعمل نفس الحاجة، بس ايه البيزنس موديل بتاعك؟ ايه نموذج الاعمال بتاعك؟ مين بسرعه كده نموذج الاعمال، مين الزبون بتاعك، ايه الخدمه والسلعه اللي انت بتعملها، مين الموارد بتاعك، مين شوف كل الحاجات المحيطه دي بتسال نفسك فيها عشان تحددها. طيب 2، الاستثمار في الاصول المكمله. فاحنا كده بنتكلم في بيانات اهو. 2، الاستثمار في الاصول المكمله، راس المال التنظيمي والاداري، اي الاصول المطلوبه لاضافه قيمه في الاستثمار الاساسي. تشمل الاصول التكميليه او المكمله، يعني الاصول التكميليه ما يلي: الاصول التنظيميه، نموذج عمل مناسب. 2، الاصول الاداريه، حوافز الابتكار الاداري. 3، الاصول الاجتماعيه، البيئه التحتيه للانترنت والاتصالات وتضمن عوائد فائقه. يبقى زي ما قلنا كده الحاجات دي كلها اصول تكميليه. يعني ايه تكمليه؟ يعني بتكمل النشاط، هتخليه يشتغل، هتخلي الاستثمار ينجح. مش هي الاساس في الاستثمار ولكنها ايه؟ هتساعد. طيب 7، المناهج بسرعه كده. احنا كنا بنقول 1، ابعاد نظم المعلومات المنظمات،
اتنين الاداره، وان المدير الجيد هو اللي يقدر يعمل سوات اناليسي صح او يعني تحليل موقف جيد. ثلاثة تكنولوجيا المعلومات هي جوهر العمليه الاعمال واداره الاساسيه. ثلاثة وهنا في مش عارف في اربعة وخمسة، المهم يعني دخل على طول على ستة. عقد الاستثمار. سبعة المناهج المعاصرة لنظم المعلومات. لا نوعين، النهج التقني يؤكد على الجانب المادي الاي تي، النماذج القائمة على الرياضيات، علوم الحاسب، الادارة، بحوث العمليات. علوم الحاسب يعني باختصارا ان هي كل العلوم المرتبطة بالحاسب اللي هي السوفت وير وهارد وير. طيب الادارة دي المانجمنت عامة، وادارة البيزنس كمان، والاي تي خاصة يعني. البحوث العمليات اللي هو يقول لك انا عايز حلول مبتكرة وحلول سريعة للاعمال بتاعتنا. طيب به النهج السلوكي، انا مش بهتم بقى بالمادة اكتر، لا انا بهتم بالسلوك. يوجد على الجانب الفني للاي تي قضايا السلوكية، علم النفس، الاقتصاد وهكذا. ومن المهام الربط بين الجانبين. يبقى عندي جانب مادي كويس وجانب سلوكي برضو اقدر ان انا. طيب كلام جميل جدا. من حيث يمكن المنظمات تحقيق اداء تنظيمي اكثر كفاءة وفعالية بتحسين مشترك للمنهجين. يبقى هو جمع لك اختصارا كده الـ MIS اللي هو Management Information System. دي انظمة. تمام، بتعمل ايه؟ بحوث العمليات، وهنا اللي هو زي ما قال لك كده الجانب المادي اللي هو الاجتماع والاقتصاد، وكمان السلوك، وعلوم الحاسب، علوم الاداره، علوم كل الحاجات دي مرتبطه بالام اي اس. طيب شابتر 2 بيقول لي ما اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على تحسين عمليات الانتاجيه التجاريه، عفوا ما اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على تحسين العمليات التجاريه. جيم واحد، العمليه التجاريه هي الطريقه. شوف بقى الطريقه، احنا دايما ايه كويس ان هو عرفها اهو لما يقول لك العمليات التجاريه، عشان بس انا كنت بحاول الناس يعني تلتبس ان هي ايه دي تستخدم في الشركات التجاريه فقط. لا، الطريقه التي تنظم بها الشركه سير عملها وتستخدمها لانجاز مهامها وتنسيق انشطتها بين الموظفين والعملاء والموردين، فلا يعمل جزء بمعزل عن الاخر. جميل جميل جدا جدا جدا. تنسيق ما بين كل الاجزاء، عمليه تجاريه في شركه تجاريه صناعيه خدميه، ايه الطريقه اللي انت بتشتغل بيها؟ هي الطريقه التي تنظم بها الشركه سير عملها، تستخدمها لانجاز مهامها وتنسيق انشطتها بين الموظفين والعملاء والموردين، فلا يعمل جزء بمعزل عن الاخر. طيب دور التكنولوجيا بقى ايه؟ بتحسن العمليات التجاريه. دور التكنولوجيا المعلومات في تحسين العمليات التجاريه. واحد، تساعد نظم المعلومات الاي اس المنظمه في التعرف على العمليات التي تحتاج الى تغيير. هو انا بس بدخل بيانات وعمل لها بروسيسنج معالجه، وان انا بخرجها، انا مش كل شويه بطلع واعمل فيدباك واشوف ايه المشاكل وايه. يبقى انا اقدر اتعرف على العمليات اللي تحتاج الى تغيير. استخدام اي اس لاتمته بعض هذه العمليات. عمليه الاوتوميشن او ان الحاجه دي تتم بطريقه اوتوماتيكيه تلقائيه، دي مهمة جدا جدا جدا، وما لغتش العاملين او ما قللتش العاملين، بالعكس هي ساعدتهم وسهلت مهامهم. زي مثلا الايميلات اللي بتتبعت اوتوماتيك، زي بعض الحاجات اللي هي بتتعمل مثلا بالوقت وتتم. طيب ثلاثة، الغاء العمليات التي لا حاجة لها. دي جميلة جدا جدا برضو ان هي وفرت في الوقت. يبقى التكنولوجيا المعلومات هنا حسنت العمليات التجارية. تمام، عرفنا ايه العمليات اللي محتاجه تغيير، وعملنا توفيرا للوقت، عملنا بعض العمليات المتكرره تتعمل بطريقه يعني اوتوماتيكيه او يعني تلقائيه. ثلاثه، الغاء العمليات اللي ما لهاش لازمه التي لا حاجه لها. طيب مفتاح استخدام الاي اس في تحليل وتغيير واتمتت وحذف العمليات هو ملائمتها للمنظمه. صح جدا. احنا الملائمه دي احنا كنا قلناها كمان في الاول لما كنا بنقول يعني خصائص المعلومات الجيدة، كنت بتقول لي هي لازم تكون ملائمة. يعني ايه ملائمة؟ يعني انت بتسأل مثلا عن ربحية الشركة، هل ينفع انت بتسأل دلوقتي بتقول لي الشركة يعني في اخر 3 سنين بتكسب ولا لا، والمكاسب بتزيد ولا بتقل، ولا في خسائر؟ فينفع اقول لك بص الشركة عندها مصنع في 6 اكتوبر ب 10 مليون جنيه،
ماشي، ما هي ليها ما يعني انا يعني انت كده انا بكلمك في حاجه وانت يعني ليها حاجات وعليها فلوس لبنوك وكل اللي احنا بنتكلم. انا بتكلم شوف ازاي الملائمه يعني حاجه ليها علاقه باللي احنا بنتكلم فيه. يعني ده مثال يعني ممكن يكون مخل شويه، فتقول لي انت عايز ان انا اقول لك الارباح والخسائر من قائمه الدخل مثلا، فاقول لك اجابه على سؤالك عشان يبقى المعلومه جاوبتك على السؤال بتاعك، ماشي. لكن هنا مثلا هنا بيقول لي علشان امسك العمليات دي احللها واغيرها واعمل اتمته لبعض العمليات المتكرره تلقائيا واحذف بعض العمليات التي لا حاجه لها، يبقى لازم نظم المعلومات او تكنولوجيا المعلومات الانفورميشن سيستمز دي تكون ملائمه للمنظمه وعملياتها التجاريه. لذلك زي ما قلنا كده كانوا بيعملوا يعني نظم معلومات مصممه خصيصا لكل شركه، وبعد كده بقى في ERP سيستمز كبيره وعلشان تخصصها لشركتك ده بتوع كتير، يعني مش حاجه بسيطه. انت بتاخدش الاي ار بي سيستم كده زي ما هو وتطبقه على كل الشركات، لا، لازم يبقى ملائم لشغلك وصناعتك وطريقتك وعدد موظفينك عدد فروعك كل حاجه البيزنس موديل بتاعك. طيب كلام جميل جدا. طيب تعزز نظم المعلومات العمليه التجاريه بطريقتين. غير ان احنا قلنا ان هي بتحسنها فوق، هنا بقى بتعززها زيادة كفاءة العمليات الحالية عن طريق اتمتتها. كلام جميل جدا. الكفاءة احنا قلنا ان هي مكملة للفاعلية، لان الفاعلية بحقق اهدافي. كفاءة ان انا ما بضيعش وقت كتير بقى. اهو بيقول لك انا بأتمت الحاجات اللي هي ايه اوتوماتيكية، يعني اتمتة يعني الحاجة اللي تتكرر وما فيش داعي ليها وسخيفة وبتاع، بخلي السيستم هو اللي يعملها. يبقى انا قللت الوقت ولا لا؟ زودت الكفاءه ولا لا؟ حلو. تمكين عمليات جديده تماما قادره على تحويل الاعمال عن طريق تغيير تدفق المعلومات. زي ما قلنا في اول واحده ان احنا كنا بنقول تساعد نظم المعلومات الانفورميشن سيستمز المنظمه في التعرف على العمليات التي تحتاج لتغيير. في حاجات محتاجه تغيير، فانا عملت عمليات جديده، فالاثنين دول ممتازين جدا. و يعني انت كده بتستفيد اقصى استفاده من نظم المعلومات اللي عندك، مش مجرد بس ايه شويه بيانات في الداتابيز وانت بتعمل لها استرجاع وخلاص، زي ما اغلبيه الجهات بتعمل. طيب انواع نظم المعلومات.